إدغام الميم الساكنة. عرفنا أن للميم الساكنة ثلاثة أحكام: الإخفاء، الإدغام، الإظهار. والآن سنتحدث عن الإدغام. لاحظ معي نطق الميم الساكنة في المثال الآتي: والله يعدكم مغفرة. تلاحظ أن الميم الساكنة نطقت بغنة وكأنها مشددة، فما الذي حدث؟ الذي حدث هو أن الميم الساكنة جاء بعدها حرف الميم، فحدث إدغام للميمين، وكان هذا الإدغام مصحوبا بغنة، هكذا: والله يعدكم مغفرة. ومن الخطأ عدم إدغام الميم الساكنة في الميم التي تليها، هكذا: والله يعدكم مغفرة. ومن الخطأ أيضا الإدغام بدون غنة، هكذا: والله يعدكم مغفرة. ولكن كيف نؤدي هذا الحكم أداء صحيحا؟ لاحظ في إدغام الميم الساكنة يتم انطباق الشفتين تماما لتخرج الميم من الأنف مع صوت الغنة. التعريف: تدغم الميم الساكنة في الميم التي تليها ويكون ذلك مصحوبا بغنة مقدارها حركتان.